الآن مع الأحوال الجوية والطقس. أخبار الطقس نعود فيها مرة أخرى إلى ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أهم وآخر أنباء الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس معتدل على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 38، الصغرى 29، الإسكندرية 34، 23، مطروح 25، 17، بورسعيد 27، 20، أما الإسماعيلية 37، 25. ننتقل للسويس العظمى 36، الصغرى 24، العريش 30، 25، طابة 36، 27، شرم الشيخ 41، 30، الغردقة 38، 27. أما الأقصر 46، 30، أسوان 45، 31، الوادي الجديد 45، 30، شلاتين 38، 28، وأخيرا حلايب 34، 28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.